اهلا بحضراتكم في اول فقراتنا في البيت الكبير، فقره مميزه. انا متاكد انها هتكون فقره مميزه لان معانا ضيف مميز جدا على مستوى التحليل الاداء، على مستوى التحليل الفني والرقمي. معانا ومعاكم الدكتور احمد ثابت. منورنا دكتور في البيت الكبير. لا نور حضرتك، ودايما متالق كده ومنور، وان شاء الله كده باذن الله البطوله السنه دي تبقى اهلاويه باذن الله، دوري ابطال افريقيا يا رب ان شاء الله. وطبعا انت بقى على طول جبت سيره البطوله، مفيش حديث غير طبعا يمكن بعد تحديد يعني المنافس الثاني للنهائي ان شاء الله امام النادي الاهلي، هو النادي الزمالك. خليني ابدا معاك الحوار في النهائي الافريقي. انت شفت ازاي النهائي الافريقي، ونتطرق كمان على بعض المقارنات ما بين يعني الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. خلينا نقول ان هو في البدايه كده هو نهائي تاريخي، يعني صحيح. نهائي تاريخي بالفعل. ليه؟ لان اول مره نهائي يكون نهائي دوري ابطال افريقيا يكون من مباراه واحده، دي رقم واحد. اول مره يكون كان على طول بيبقى ذهاب واياب، اول مره يحصل من مباراه واحده. تاني حاجه ان هو اول مره يكون ما بين فريقين من نفس البلد في نهائي دوري ابطال افريقيا، دي حاجه تاريخيه برضو، ولكن اللي هم الاهلي والزمالك. تالت حاجه ان هو اول نهائي يكون ما بين اكتر فرقتين اخذوا دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي 8 بطولات، نادي الزمالك 5 بطولات، دول اكتر فرقتين اخذوا دوري ابطال افريقيا. اذا هو نهائي تاريخي بكل المقاييس. صحيح. كمان في حاجة، النهائي ده هيبقى مثير جدا جدا لكذا يعني سبب. كمان ان انت مباراة الاهلي والزمالك بتبقى اصلا قمة لوحدها، دي لوحدها ده جزء لوحده يعني. فما بالك ببطولة دوري ابطال افريقيا، يعني الفريق اللي هيكسب هيبقى يعني هيبقى كسب دوري ابطال افريقيا وكسب الغريب التقليدي وكسب مباراة القمة يعني. فالمباراة اكيد لها طابع خاص، مباراة تبقى يعني ان شاء الله النادي الاهلي يكون حليفه والتوفيق فيها باذن الله. يعني انا شايف ان الفرص فيها متساويه ما بين الفرقتين، يعني بالتاكيد ممكن تكون حاله. بصراحه حاله نادي الزمالك طبعا حاله جيده جدا على المستوى البدني، على المستوى الفني كذلك. يمكن اطمنا من اول قدوم موسيماني للنادي الاهلي والاداء المبهر في مباريات العوده الاياب والذهاب بالنسبه للوداد، طمنتنا جدا لاداء النادي الاهلي كمان. فانت زي ما بتقول هي مباراه نتمنى ان شاء الله انها تبقى وجبه دسمه، وجبه كرويه دسمه. بس انا شايف برضو ان النادي الاهلي بيقدم كرة أحلى، كرة أمتع، ده حقيقي، بيقدم أداء أمتع. ما بي يعني بصراحة مع موسيماني النادي الأهلي بالأرقام هو في دوري أبطال أفريقيا هو الأكثر استحواذ، هو الأكثر تمرير، هو الأكثر صناعة للفرص، هو الأكثر محاولات، هو الأقوى خط هجوم. ده في مشوار دوري أبطال أفريقيا. يعني النادي الأهلي بيقدم أداء، يعني نادي الزمالك طبعا فريق محترم جدا، ولكن أنا بشوف النادي الأهلي في ميزة شوية عن أداء النادي عن نادي الزمالك. حتى في مباراة الأمس مثلا نادي الزمالك لغاية الدقيقة 60 كان ممكن يخرج، كان ممكن يخرج. الشوط الاولاني يعني فعلا الشوط الاول كانوا بعيد تماما وكانت النتيجه 1-0. انا شايف سببين: التراجع البدني بتاع لعيبه الرجاء، او ثلاث اسباب برضه عشان ندي لعيبه الزمالك حقها. اول حاجه التراجع البدني للعيبه الرجاء في الشوط الثاني، واضح جدا ان هم تراجعوا بدليل ان هو ثلاث اهداف جم في الاخر. الحاجه الثانيه تغييره المدرب بتاع الرجاء جمال السلامي، وخروج واحد من افضل اللاعبين او اللاعب اللي هو اصلا يعني لاعب الرجاء كان استحواذهم مثلا امبارح وصل 58% مقابل نادي الزمالك 42%. خروج اللاعب رقم 5 اللي هو محسن متولي، ده اجمالي يا دكتور ولا الاجمالي؟ 60 لا الاجمالي، ده اجمالي المباراه. الشوط الاول كان 61 او 62 للرجاء، كاجمالي 58. فانت خرجت كمان افضل لاعب عندك اللي هو محسن متولي اللي هو كان بيعمل له التمريرات او بيديله الاستحواذ. السبب الثالث برضو قدرات لعيبه الزمالك الفرديه العاليه، ان انت لما بيجي لك فرصه بتقدر تخلص. وبالتالي انا بشوف ان نادي الزمالك يعني كان لغايه الدقيقه 60 كان ممكن على وشك الخروج، مش شرط النتيجه ممكن تخدعك ان فريق يكسب 4 او فريق يكسب 3، لكن النادي الاهلي على العكس بشوف النادي الاهلي بيقدم بصراحه اداء امتع، اداء اقوى، شراسه اكتر، بيخلص من بدري، مش فارقه بقى بره من جوه، استحواذ هنا لا. النادي الاهلي بصراحه ان شاء الله يعني تكون كفته اقوى. هي طبعا بالتاكيد مباراه نهائي ممكن يحصل فيها اي حاجه، مش شرط، بتبقى الفرص متساويه، ممكن حكم يديك ضربه جزاء هنا ما يحسب عليك كارت احمر بتاع. فالفرص ما دام مباراه نهائي بتبقى الفرص متساويه، ولكن على مستوى الاداء في البطوله انا بشوف لا، النادي الاهلي اداؤه حتى في مباراه صن داونز، حتى في مباراه الوداد، سواء ما كان مع فايلر او مع موسيماني، لا النادي الاهلي كاداء امتع، بيقدم كره ممتعه زي ما بنقول دايما التيكي تاكا مع موسيماني. يعني اداء النادي الاهلي امتع، يديك فرصه اكتر. يمكن النادي الاهلي وصل للنهائي 13، دي المره ال13 صاحب الرقم القياسي في الوصول لنهائي نادي الاهلي 13 مره، مقارنه بنادي الزمالك 8 مرات. النادي الاهلي الوصيف في البطوله 4 مرات، يعني النادي الاهلي وصل للنهائي 8، اخذ البطوله، وصل للنهائي دي المره 13، يعني كان 12 مره قبل كده بالظبط. يبقى اخذ اللقب 8 مرات وهو وصيف 4 مرات، خسر النهائي 4 مرات.
اما نادي الزمالك وصل للنهائي دي المره الثامنه، يعني قبل كده في سبعه اخذ البطوله خمس مرات وده الوصيف في مرتين، يعني خسر النهائي مرتين. فده يمكن مقارنه كده سريعه ما بين ارقام، لو استعرضنا ارقام النادي الاهلي في البطوله على او نادي الزمالك برضو عشان نبين النادي الاهلي اداؤه برضو كان نوعا ما كان افضل، ولكن نظل نقول ان الفرص متساويه دايما. النهائيات تكسب ولا تلعب، ده حقيقي الاخر مظبوط، انت لان التاريخ هيفتكر اللي فاز بالبطوله مش باللي لعب، مش اللي بيلعب احسن، مش يعني اللي لعب احسن ولا الاداء، يا رب ان شاء الله الاداء والمكسب، لكن انت دايما بتفتكر البطل حتى لو اخذتها بركلات الترجيح. ده حقيقي، ده حقيقي. النادي الاهلي لعب 14 مباراه والزمالك طبعا لعب 14 برضو، النادي الاهلي كسب اكتر 10 مباريات مقابل 8 للزمالك، الاثنين اتعادلوا 3، النادي الاهلي اقل خساره خسر ماتش واحد بس مقابل الزمالك خسر 3 مباريات. النادي الاهلي اقوى خط هجوم وده رقم قياسي، 34 هدف في 14 مباراه في البطوله، اما نادي الزمالك مسجل 27 هدف. الاستقبال النادي الاهلي الاقوى خط دفاع برضه 6 اهداف استقبلوا دخلت شباكهم بس، ونادي الزمالك 9. الجدول ده دكتور عندنا يعني الارقام متقاربه الا طبعا الاهداف، يعني النادي الاهلي سجل 34 مقابل الزمالك 27، ففي 7 اهداف فرق، وعلى مستوى الدفاع طبعاً كمان في وكمان والنادي الاهلي الاكثر فوز كمان، النادي الاهلي الاكثر فوز، الاقل هزيمه او الاقل خساره، الاكثر تسجيلا للاهداف، الاقل استقبال للاهداف، افضل يعتبر يعني افضل دفاعا افضل هجوما، وعلى مستوى العدد عدد مباريات الفوز الاهلي هو كان الافضل، هو الافضل. عشان كده بقول لحضرتك يمكن النادي الاهلي كفته ارجح سنه، بس ما نقدرش نقول دي لان تظل في النهائيات، النهائيات لا اللي بتبقى الفرص متساويه وبتبقى على حسب ظروف الماتش وعلى حسب هل المدرب هيكون موفق ان شاء الله في المباراه دي ولا لا، على حسب ليها تفاصيل صغيره بتفرق في النهائيات. الزمالك والاهلي اتقابلوا امتى يعني كم مره على مستوى البطوله يعني على الشامبيونز ليج الافريقي؟ اتقابلوا 8 مرات، ده يمكن تاريخيا النادي الاهلي على فكره تاريخيا، وبرده الارقام اللي احنا بنقولها دي ملهاش دعوه بالمباراه، يعني ممكن تحصل نتيجه لا، بس انت بتتكلم كتاريخ مواجهات، النادي الاهلي تاريخيا ما خسرش ولا مباراه من الزمالك في دوري ابطال افريقيا. يعني المباراه الاولى اول مباراه كانت سنه 2005 كانت في نص النهائي، خلصت 2-1 لنادي الاهلي، سجل الاهداف عماد متعب ومحمد بركات قدامنا على الشاشه. المباراه الثانيه كانت 16 اكتوبر كانت العوده نص النهائي، خلصت 2-0 هدفين لصالح محمد بركات. تمام. المباراه الثالثه كانت سنه 2008 في ربع النهائي انتهت 2-1، سجل الهدفين فلافيو واحمد حسن. المباراه الرابعه يعني اول 3 مباريات هم فوز النادي الاهلي، المباراه الرابعه خلصت بالتعادل اللي كانت سنه 2008 2-2، سجل النادي الاهلي فلافيو وبوتريكا، وسجل الزمالك جمال حمزه واجوجو. نيجي للمباراه الخامسه كانت سنه 2012 انتهت برضو بفوز الاهلي 1-0 كانت في ربع النهائي بهدف محمد ابو تريكا. نيجي لسنه 2012 برضو العوده او ربع النهائي 1-1 تعادل. 2013 ربع النهائي 1-1 برضو. 2013 ربع النهائي 4-2 للنادي الاهلي اللي هي الهدف بتاع الكعب بتاع وليد سليمان صحيح واحمد عبد الظاهر ومحمد ابو تريكه واحمد فتحي. يعني لو بصينا كده هنلاقي ان يمكن الارقام 8 ماتشات النادي الاهلي هو ما خسرش في المباريات، اعتقد 5 فوز و3 تعادل، 5 فوز و3 تعادل، يعني ابو تريكه جايب 1 2 3 4 جايب 4 تجوان في المباريات الافريقيه في شباك الزمالك، بركات جايب 2 1 كده 3 4 بركات جايب 4، يعني دي برضو عدد اهداف ابو تريكه وبركات من الهدافين اللي كانوا في شباك نادي الزمالك تحديدا، اكتر 2 سجلوا في البطوله الافريقيه بركات وابو تريكه. عماد متعب سجل هدف واحد، فلافيو مسجل واحد هدفين، دول يمكن الهدافين برضو في مباريات الزمالك في افريقيا، محمد ابو تريكه ومحمد بركات. انا بتفق تماما معاك، هي كلها ارقام، والارقام ساعات يعني المديرين الفنيين بياخدوها بيترجموا عليها بعض المواقف او بعض الحاجات اللي يشتغلوا عليها، لكن يبقى النهائي وتبقى المباراه النهائيه ليها حسابات خاصه، حسابات بيخش فيها طبعا العامل الفني والعامل النفسي والتحضير اللي قبل المباراه، لكن كمان الارقام دي مهمه عشان كمان انا شايف انها بتدي ثقه من اللعيبه ثقه للجماهير، لكن تبقى المباراه النهائيه لها شكل مختلف. الرقم كمان دليل او مؤشر صحيح. يعني انت حته التاريخ ممكن تكون تاريخيا مش هتفرق قوي في المدير الفني او فنيا، لكن انت بتتكلم بقى كفنيا او مع الفرقه الثانيه في الارقام لا بتفرق كمؤشر، الارقام مش حكم نهائي صحيح. ولكن هي بتديك مؤشر تقدر ان انت تقيم بيه صحيح. يعني النهارده مثلا لما يبقى لاعب رجل المباراه مثلا اليو ديانج مثلا رجل المباراه بناء على ايه مثلا؟ انت بتشوف لان يعني حضرتك اكيد عارف ان لعيبه الكوره بتتحرك بدون كوره يعني التحركات من غير كوره 98%،
ده هو تقريبا لو لمس الكره في المباراه كلها بتبقى 2% دقايق او 3 دقايق في المباراه، يبقى ده رقم تقريبا 2 دقيقه و60 حاجه كده بالظبط، يعني 3 دقايق بالظبط والباقي اوف بول. فالارقام بتديك اللي هي الحته دي بس، لكن انت برضو لازم تكون لك عين او رؤيه ان انت بتشوف تحركات. يعني مثلا محمد النني في المباراه الاخيره في ماتش الارسنال واليونايتد في اخر الدقيقه 90 شفناه معدل جري رهيب، معدل في الضغط بيحاول ان هو يعمل بلوك عشان يمنع التمريرات، معدل جري عالي. ممكن الرقم ما يبانش، يعني ما هو ما قطعش الكوره، لا هو كمان الرقم يا دكتور ساعات لو الرقم ما اتشافش فيه الهيت ماب، الهيت ماب كمان الخريطه الحراريه، الخريطه الحراريه اللاعب ومسح او جري طبعاً في الملعب مسافات دي والحته الحمراء، فدي كمان حاجات مهمه جدا. طبعا بتفرق جدا. بنتكلم على طبعا الحمد لله فرقات كبيره، وده يعني النادي الاهلي، والنادي الاهلي كمان الموسم ده انا في رايي عامل انجاز، عامل موسم اكتر من رائع على المستوى الفني، على مستوى النتائج. خلصنا الدوري قبليه بسبع اسابيع، وده كان كمان جزء مهم جدا ان عمليه التحضير اللي قبل مباراه الوداد كانت عمليه هاديه شويه، كان خدنا وقتنا شويه، العمل النفسي خدناه والعمل البدني كمان خدناه. لكن تعالى معاك يا دكتور نتعرف على يعني الارقام القياسيه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي السنه دي. يعني لو استعرضناها على الشاشه هنبدا ماشي، ممكن احنا معانا النهارده 10 ارقام قياسيه حققهم النادي الاهلي في الدوري، في الدوري السنه دي. هنبين برضو ان الدوري السنه دي يعتبر دوري قياسي، زي ما بنقول النادي الاهلي عامل ارقام مميزه في دوري ابطال افريقيا، لا هو عامل كمان في الدوري ارقام قياسيه جدا. او اول رقم معانا ان هو كسر الرقم القياسي لاعلى عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري. وصل لكام نقطه؟ 89 نقطه، ده اعلى معدل وصل ليه فريق في الدوري في تاريخ الدوري المصري تاريخيا. الرقم القياسي برضو كان مسجل باسم النادي الاهلي، بنكسر ارقامنا يعني، يعني النادي الاهلي بينافس نفسه بالظبط في الدوري المصري تحديدا، لان هو كان سنه 2017 2018 جايب 88 نقطه، السنه دي 89 نقطه، ان شاء الله السنه الجايه نعدي ال 90. واحنا كنا بنفكر في ال 90 يعني، حتى ما كان فايلر موجود قال انا كنت عايز اكسر حاجز ال 90 زي جوارديولا في السيتي كده. بس هي بتبقى برضو ان انت داخل على تتابع ماتشات وعايز تريح اللعيبه شويه، فبتبقى ما بين نارين. يعني مثلا كابتن حسام البدري لما كان في النادي الاهلي سنه 2017 كان عايز يعمل ارقام قياسيه فما يريحش اللعيبه فخسر النهائي في الوداد. فالناس بقى اللي جت بعده لا نتعلم الدرس ان احنا عايزين نعمل روتيشن نريح بعض اللعيبه. البطوله اهم من الرقم يعني، البطوله اهم من الارقام الفرديه. ده حقيقي، ده حقيقي. نيجي بعد كده ليه ده الرقم. اول رقم قصر النادي الاهلي هو عدد النقاط، عدد النقاط. الرقم الثاني عادل الرقم القياسي الاكثر عدد مرات الفوز، النادي الاهلي الاكثر فوز في التاريخ ب 28 فوز حققها كده، دي المره الثانيه اللي حققها السنه دي والسنه اللي كانت 2017 2018 ده الرقم القياسي الثاني. اذا الاكثر فوز واكثر معدل في النقاط. نيجي للرقم 3 هنلاقي ان هو ثاني اكثر موسم في تاريخ الدوري المصري تسجيلا للاهداف للنادي الاهلي او بصفه عامه. يعني 2017 2018 ده الرقم القياسي للنادي الاهلي 75 هدف. الموسم بقى بتاع السنه دي اهو 2019 2020 74 هدف، ده رقم 2. رقم 3 سنة 74 75 70 هدف للنادي الأهلي. رقم 4 2014 2015 69 هدف لنادي الزمالك. 2015 2016 65 هدف للنادي الأهلي. إذا ده تاني أكتر موسم كفرقت على جون واحد. الجون في طلائع الجيش لو كنا كسبنا 4، لو كنا جبنا 4 في الشوط الثاني حتى كنت جبت جون كمان كانت صحيح. هتبقى 75 صحيح. فده برضو تاني أكتر موسم تسجيلا للأهداف. الرقم القياسي الرابع ان هو طبعا كل الناس عارفه ان محمد الشناوي كسر الرقم القياسي المسجل باسم شريف اكرامي في الكلين شيت اللي هو 24 كلين شيت في موسم واحد، ده برده من الارقام القياسيه اللي اتحققت السنه دي، ده الرقم الرابع. هنشوف الرقم الخامس، كسر الرقم القياسي في الكلين شيت في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري بالوصول الى 28 كلين شيت. الرقم القياسي كان مسجل بايه؟ باسم الاسماعيلي، 27 كلين شيت ما كانش في حد كسره من سنه 90 91. ده اللي الموسم اللي خد فيه الاسماعيلي الدوري سنه 90 91 مظبوط، اللي هي كان فيه مباراه فاصله، مباراه فاصله مع في الاخر. فدي سنه 90 91 90 91 خلاص، ده 28 كلين شيت. خش بقى على اللي بعد كده رقم 6، الاهلي كسر الرقم القياسي ليه كاكتر موسم حافظ حراس مرمى، ده اكتر موسم في تاريخ النادي الاهلي في الدوري حافظ حراسه على نظافه شباب اللي هو 28 كليت شيت سواء على النادي الاهلي او على الدوري كله. الدوري كله كان الرقم القياسي، كان النادي الاهلي حقق رقمين قبل كده اللي هو سنه 74 75 وسنه 2016 2017 كان 24 كليت شيت. كلين شيت. فالسنه دي طبعا انت محقق 28 يعني على المستوى الدفاعي انت بتتحسن.
على مستوى طبعا حراسة المرمى تحديدا محمد الشناوي له دور مهم جدا في الرقم ده. ده حقيقي، ده حقيقي. الرقم اللي بعد كده السابع، كسر الرقم القياسي في اكثر فارق اهداف في تاريخ الدوري. دي مهمه قوي، اكثر فارق اهداف يعني له وعليه، يعني انت سجلت كام جون واستقبلت الفارق الاهداف السنه دي كام للنادي الاهلي؟ بلس يعني زائد 66 هدف، زائد 66 هدف، ليكسر الرقم القياسي موسم 74-75. اقصى حاجه اتحققت في تاريخ الدوري كان زائد 59، انت السنه دي عامل زائد 66 هدف، يعني جبت ده انت وعليه. كمان ده برقم كمان كبير، يعني انت بتتكلم ساعات يعني لو تكسر بهدفين بثلاثه، لكن انت بتكسر 59 ده يعني ده برضو يرجع برضو لكفايه محمد الشناوي ان انت دخل فيك اهداف قليله قوي، 8 مزبوط. اهداف مزبوط. فده برضو هو ليه سر في الرقم ده، طبعا مع قوه هجومك وشراسه هجومك اكيد. اكيد. رقم 8، معادله الرقم القياسي كأسرع بطولة، ان السنه دي اسرع بطوله دوري زي ما حضرتك كنت بتفضل وتقول ان هو النادي الاهلي حسم البطوله قبل نهايتها بسبع اسابيع، دي تعتبر اسرع بطوله دوري بالتساوي مع بطوله مانويل جوزيه 2004-2005 كانت انتهت قبل نهايه الدوري سنه 2004-2005. ده برضو الرقم الثامن، يعتبر اسرع بطوله دوري في تاريخ الاهلي بيحسم فيها الاهلي البطوله قبلها بسبع اسرع بطوله سبع. يعني قبلها بسبع اسابيع. رقم 9، الرقم التاسع، النادي الاهلي بيعادل رقم تاني اطول سلسله فوز متتالي، يمكن مع فايلر حققنا 16 فوز متتالي، ودي تاني اطول سلسله فوز متتالي بعد مانويل جوزيه 2004-2005 ب 17 فوز متتالي. ده يمكن الرقم التاسع. معانا بعد كده برضو الرقم العاشر، ان هو ده اللقب ال 42 للنادي الاهلي، اللقب ال 42 من 61 مسابقه او من 61 بطوله. يعني كام النسبه؟ كام؟ 68.8 من 10، يعني 69%، وده رقم قياسي في جميع البطولات العالميه. على ده انا يعني انت بتتكلم على ريكورد عالمي دلوقتي، ما بتتكلمش على ريكورد محلي، انت بتتكلم نسبه فوز النادي الاهلي باللقب ل 69% من اجمالي البطوله نفسها من منذ بدايتها، ده رقم ما اتحققش على المستوى العالمي في اي دوله. يعني ده يمكن يعني 69%، يعني انت مسيطر داخل على الثلاث ارباع بتاع البطوله، قربت توصل لل 75%، فانت خلاص انت يعتبر الاهلي سيد الدوري يعني. أكيد للاخر. اكيد. ده يمكن ال 10 ارقام قياسيه اللي معانا في بالنسبه للنادي الاهلي في اللي حققهم السنه دي في الدوري، دول ال 10 ارقام قياسيه. تمام. احنا كمان عندنا بعض هنتكلم برضه على بعض الملفات والخاصه كمان بالنادي الاهلي شويه، ويمكن الفتره اللي فاتت كان المعارين. يعني طبعا عايز اتكلم برضه معاك في النقطه دي شويه، و انت شايف برضو ازاي احنا بنتكلم كمان دلوقتي عندنا بعض اللاعبين الناشئين اللي طالعين بشكل كويس، احنا بنتكلم على 6 لاعبين او 7 لاعبين كانوا موجودين في قائمه اخر مباراه لطلائع الجيش. عايز برضو اخد رايك في الدفع بقطاع الناشئين بشكل كويس قوي واللعيبه اللي عندنا، وكمان ازاي الاعارات كمان بتفيد النادي الاهلي وتفيد اللعيب في نفس الوقت. طبعا النادي الاهلي يمكن بيحط خطه ماشي بشكل كويس قوي في حته قطاع الناشئين، ان انت بتدعم برضو هم اللعيبه الناشئين لازم تاخد في وقت معين عشان الناس تكون برضو فاهمه ان انا مش هلعب مثلا بلعب في دوري او بلعب في دوري ابطال افريقيا هدفع بلعيب ناشئ، لا، انت بعد ما حسمت الدوري بدات تدي فرص. هنا دي حاجه مهمه جدا، اديت الاول لمصطفى شبير في ماتش الترسانه في كاس مصر في على مستوى حراسه المرمى، اديت لمحمد فخري، واديت للعربي بدر، واديت لشادي رضوان. اللعيبه اللي برزت بشكل كويس قوي تحديدا محمد فخري في المباراه الاخيره لما لعب بوكس تو بوكس، هو اصلا مركزه جناح بيلعب كجناح ايسر او جناح ايمن، لعيب على مستوى السرعات، من الواضح ان هو لما لعب بوكس تو بوكس ان هو كورته حلوه، عنده كوره، عنده كوره حلوه قوي، عنده عمليه البنتريشن الاختراق كويس جدا. يعني هو في كوره الهدف لو استعرضنا الهدف او لو جبنا هدف النادي الاهلي في اللي هو الهدف الثاني لمحمد فخري عمل فيه الاسيست في شباك طلائع الجيش، هنلاقي ان هو اخترق ودخل لجوه وراح عامل التمريره الكهرباء، هو اللي صنع الهدف لكهرباء. دي عمليه الاختراق اللي بيحتاجها موسيماني دايما اللي هو الدور اللي بيقوم بيه عمرو السوليه جنب اليو ديانج بالظبط. ودي بتبين كمان ولد صغير عنده شخصيه النادي الاهلي، عنده شخصيه يعني مش خايف وبيخترق، واول مباراه موهبه كويسه جدا، لعيب واضح ان هو موهبه وبيلعب في اكتر من مركز، وهو اصلا لعيب منتخب شباب مع كابتن ربيع، فلعيب كويس جدا، ويعني لو خد فرصه اكتر من كده اعتقد ان هو هيظهر. لمسته للكوره حلوه قوي، وواضح ان هو مهاري، عنده عمليه الاختراق والتسديد والتكمله، وواضح ليه؟ لان هو اصلا جناح فاكيد بيكمل جوه ال 18. حته الدور الدفاعي دي هتيجي مع الوقت لان هو لسه اول مره يجرب او يلعب في مركز حته البوكس تو بوكس، واكيد رؤيه من موسيماني ان هو برده عايز يدي في الحته دي. ده يمكن اول لاعب. اللاعب الثاني اللي برده قدم اداء مبدع العربي بدر صحيح. تحديدا اول ماتش لما بداوا كان لعب ماتش في كمل لغايه الدقيقه 60 واتصاب وخرج،
الماتش اللي فات ده لما برضو شال الكره من على الخط اللي هي اللي كانت بدماغه دي، ده تعتبر يعني واحده من احسن الانقاذات في الدوري. العربي بدر من اللعيبه اللي هي الورك ريت بتاعها عالي قوي، بيجري كتير جدا، معدلات جري كتيره جدا، يمكن الراجل شافه حتى لما بيجري، موسيماني لما شافه بيجري كتير فراح حاطه حته الباك اليمين، بيلعب بروح عاليه قوي، قابل للتطور. دي نوعيه عامل بيفكرني كده باكرم توفيق في بدايته. اكرم توفيق كان برضو بيجري كتير، بيلتحم كتير. اكرم توفيق على فكره يعني انا من ضمن الناس اللي طلعته، كان في طبعا في انبي، وكان اول مباراه رسميه ليه كان قدام نادي الزمالك يعني، ولقيته فعلا مميز جدا، بس كان عنده مشكله ان الجري كتير في مساحات كتيره وبيهدر يعني مجهوده على الفاضي. التوظيف بشكل جيد وهو لعيب دي بتتطور دي بتتطور وبتيجي مع الوقت، وكان بيعمل فاولات في حتت كتير قوي ملهاش لازمه. صحيح. ممكن انت تعمل فاول حوالين منطقه الجزاء تيجي في الجون، ده يعني من ضمن الاسباب. كمان دكتور بيلعب في اكتر من مركز، يعني انا كنت اتكلمت مع كابتن ربيع بيلعب 10 مثلا مع كابتن ربيع ياسين، وبيلعب شفنا بيلعب باك يمين، بس هو مركزه الاصلي لعيب ارتكاز. لعيب ديفندر كويس قوي يعني، هو في مواليد 2001 ويمكن فرقت ليه على كذا مباراه. فعندك لعيب كمان صغير في السن مميز بيلعب في اكتر من مركز، باك يمين بيلعب، سيرد باك بيلعب، ديفندر ممكن جدا توظفه 10، فده طبعا مكاسب كبيره. ان العربي بدري كمان لعيب عنده روح وسرعه، بس هو لسه محتاج وقت يعني، قابل للتطور. اللعيبه دي محتاجه قابله للتطور، ان انت بتوديها مثلا او بتديها ماتشات، بيلعب في اكتر من مركز. صحيح. قلت زي اكرم بالظبط في بدايته. صحيح. عنده السرعه، عنده القوه، بيعمل فاولات كتير، محتاج ان هو يهدى اكتر ويزود بقى لحته القوه البدنيه، يكمل اكتر، يبقى عنده الرؤيه بقى، حته ان انت تدي التمريرات الطوليه. مظبوط. دي حاجه مهمه جدا على فكره. برده عمرو السوليه في بدايته كان كده، بعد كده اتطور. اي لعيب في بدايته بيبقى كده تحديدا، اكيد اكيد بيتطور مع ادائه، واحنا بنتكلم مع مبارياته مع الخبرات. حتى دلوقتي بدا بعض الانديه بتشوف مثلا فخري بتطلب فخري للاعاره، فهنيجي ملف الاعاره. انت عارف ان كابتن سيد اعلن ان في 4 لعيبه هيرجعوا طبعا من اعاره للنادي الاهلي، محمد شريف طبعا، واكرم توفيق، وصلاح محسن، وناصر ماهر. عايزين برضو نعرف تقييمك للاربعه دول خلال مشوار الدوري او من خلال الاعاره يعني. في انديتهم كان في انبي، وكانوا في سموحه، وفي الجونه. يمكن اول لعيب معانا هنبدا بيه اللي هو ناصر ماهر. ناصر ماهر تحديدا هو الاكثر اسيست في الدوري المصري، عامل 10 اسيست. بالتاكيد لما لعيب يعمل 10 اسيست بالتاكيد ان هو لعيب مميز او لعيب. ناصر ماهر كلنا عارفينه السنه اللي فاتت بالتاكيد، بس هو السنه دي هنبين للناس بالارقام ايه الفرق ما بين ناصر ماهر السنه دي، ايه اللي اتطوره، ايه اللي خلاه، ايه اللي خلى اداره النادي او لجنه التخطيط في النادي الاهلي ترجعه. اكيد شافت في حاجه معينه عشان ترجعه. هل المركز اللي عندك دوت انت محتاجه ولا لا؟ طب قبل ما نتكلم على الارقام، انا كنت اعرف ان ناصر كان بيلعب وينج شمال او بيبقى على الطرف اكتر شويه، يا ترى في سموحه كان توظيفه في نفس المركز ولا كان كمان بيخش كرقم 10؟ بيلعب الاثنين. حتى في النادي الاهلي برده السنه اللي فاتت كان بيلعب الاثنين، بيلعب في الاغلب، بس اغلب المباريات 10 لان حتى لما كان بيلعب على بره هو دايما بياخد الكره يخش على جوه، لان عنده فيجن. هقول لحضرتك كمان حاجه بصراحه، بيشرب نفسه بالخط اكتر يعني. يمكن ناصر ماهر تحديدا هو ايه سبب اعارته السنه اللي فاتت من النادي الاهلي، او ايه الناس شافت ايه ان هو ايه اللي خلاه يتم اعارته؟ ان هو ما كانش بيجيب جوان. ناصر ماهر السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي ما جابش غير جون واحد، لعب ماتشات كتير. لعيب بصراحه ناصر ماهر من احرف اللعيبه في مصر، لعيب حريف جدا، لعيب عنده الرؤيه، لعيب مهاري، بس ناقصه حاجتين. اول حاجه ان هو ما بيجيبش، ما ينفعش صانع العاب في النادي الاهلي ما يجيبلكش 6-7 تجوان في الموسم، مش عايز اقول 10 و11، بس على الاقل يعدي الخمسه والسته. معدل التهديف يعلى لازم طبعا. دي حاجه مهمه، ما ينفعش ان انت تكون لاعب هدف يعني طول الموسم. لو استعرضنا بقى الارقام هتبص الفرق التطور اللي حصل. بص دي ارقام ناصر. دي ارقام ناصر لو استعرضناها مهمه قوي، هنبين ده اللي على اليمين واللي على الشمال. اللي على اليمين اللي هو السنه اللي فاتت. ده لما كان موجود مع النادي الاهلي. واللي على الشمال ده وموجود مع سموحه. هنبين ايه اللي حصل، ايه التطور اللي حصل. اولا الناس كانت بتقول ان هو ما بيلعبش ال 90 دقيقه، بيجي يقع بدنيا، حتى مع كارتيرون يقول لك ده في اخر الدقائق يقع. طب ما تيجي نشوف السنه دي لعب ايه. السنه اللي فاتت لعب 23 مباراه، السنه دي 26. اهم حاجه في المقارنه دي اللي هي معدل الدقائق اللعب. السنه اللي فاتت كان بيلعب قد ايه؟ 78 دقيقه، يعني كان بيخرج عند الدقيقه 78. السنه دي بيخرج عند الدقيقه 89، يعني بدنيا اقوى، لان المدرب بقى بيعتمد عليه اكتر، ان هو اللي ما بيخرجوش. بالظبط، عشان كمان بيلعب ما بيخرجوش غير عند الدقيقه مثلا 89. تمام. الحاجه الثانيه المهمه واللي كنت بكلم حضرتك فيها، ايه التطور اللي حصل لناصر ماهر؟ معدل الاهداف. السنه اللي فاتت جاب جون واحد بس. صحيح. السنه دي جايب كام جون بقى؟ 7.
ايوه هدف من 23 مباراه، السنه دي جايب 7 اهداف من 26 مباراه، بس تطور واضح في معدل الاهداف. السنه طبعًا اللي فاتت انت ده سبب اعارته ان هو كانوا عايز النادي الاهلي كان رؤيته ان ان انت تروح، احنا محتاجينك ان انت تزيد اكتر وتجيب اهداف اكتر. وده على فكره ده دي شطاره اداره في الاعارات. حقيقي طبعًا طبعًا ان انت لما تودي لعيب ياخد فرصه مش معنى كده ان هو لا خلاص ييأس، ولا يروح ويلعب ويكمل وهو رجع تاني. صحيح. الحاجة التانية أهداف من ضربات جزاء، جاب السنة دي 2 من ضربات جزاء. نيجي للأسيست، هو أكتر لاعب في الدوري عامل صانع أسيست، يعني صانع أهداف 10 أسيست. السنة اللي فاتت 2 أسيست بس، يعني هو أفضل لاعب على مستوى اللعيبة كلها على مستوى الدوري كله، الدوري كله عامل 10 أسيست في الدوري. يعني ممكن هنا ناصر ماهر فين من منتخب مصر؟ ممكن نسأل السؤال ده. طبيعي لما لعيب يبقى عامل 10 أسيست ومسجل 7 أهداف، يعني عامل 17 مساهم في 17 جون مع سموحة او 17 هدف مع سموحة، تسأل فين هو من المنتخب. انت خلي بالك كمان لاعب 26 مباراة مش لاعب 34، يعني انت كمان لعب. عدد المباريات اقل، لاعب 26 مباراة. في ناس لعبت اكتر. اكتر طبعا. نيجي بقى لصناعة الفرص. السنة اللي فاتت هو صنع 22 فرصة، السنة دي صنع 27 فرصة. نيجي لفرص على المرمى. يعني ايه فرص على المرمى؟ يعني فرص جات له وهو قدر يتعامل معها بشكل صحيح. السنة اللي فاتت جات له 18 فرصة ما استغلش غير فرصة واحدة بس. جابها جول يعني 18 فرصة على الجول، جاب جول واحد. جاب جول واحد. السنة دي ده حاجة اسمها كونفرجن ريت، زي كونفرجن ريت. برضو السنة دي 18 فرصة جاب 7 منهم أهداف. فالكونفرجن ريت بتاعه أو المعدل، يعني معدل تسجيله مقارنة بمعدل الفرص اللي بتجيله. الفرص اللي بتجيله طبيعي. يعني أنت بتتكلم يعني 18 و7 بتتكلم 50%، يعني لو جات له 10 فرص ممكن يسجل 5 أهداف. فدي حاجة دي بتأكد إن هو تطور على مستوى التهديف. إذا هو تطور على مستوى صناعة الأهداف، تطور على مستوى تسجيل الأهداف، تطور على قدرات البدنية إن هو بقى بيكمل لنهاية المباراة. نكمل اللي بعد كده المقارنة. هنبص نلاقي التمريرات، يعني التمريرات مش هتفرق كتير، لأن يعني التمريرات مثلا 787 من 983 السنة اللي فاتت، السنة دي هو جاي عامل 966 تمريرة صح. نسبة التمريرات تقريبا مقاربة 80% 78، طبعا أعلى في النادي الأهلي. في بعض الحاجات في المقارنات هتبان في النادي الأهلي أكتر عشان الفريق، عشان الفريق اللي أنت بتلعب فيه شكل استحواذ يعني شكل تأكيدا اللعب. لكلام حضرتك مثلا استخلاص الكرة في ملعب الخصم، هتلاقي في النادي الأهلي بيلعب ضغط أمامي أكتر فبيضغط أكتر. فهو مثلا مع النادي الاهلي استخلص الكره 38 مره في ملعب قدام عشان بنلعب ضغط امامي التلت الهجومي. لكن هنا في سموحه 29. بالنسبه لقطع التمريرات، الدور الدفاعي بقى مهم قوي برضو طبعا. التطور على مستوى الدور الدفاعي، قطع التمريرات السنه دي 61 تمريره، السنه اللي فاتت 46. المراوغات الناجحه السنه دي عامل 84 مراوغه ناجحه من 138، السنه اللي فاتت 61 مراوغه ناجحه من 101. إذن تطور في نسبة التطور، أنت بتتكلم في أكتر نسبة بس نجاح تطور 25%، ده تطور هايل يعني. وهقول لحضرتك على حاجة برضو، بصراحة النادي الأهلي عندنا هنا في حتة المراوغات الناجحة دايما مش عالي قوي فيها، عكس مثلا لما كنا جايبين أرقام الوداد، حتة الحل الفردي اللي هو بيفوت على واحد على واحد بالزبط. دي مش موجودة قوي يعني قليلة مش كتيرة، يمكن في كهرباء بعض اللعيبة القليلة. أنت لما تجيب لعيب عامل 84 مراوغة ناجحة، 84 مراوغه ناجحه في الدوري المصري رقم عالي كبير جدا طبعا. رقم كبير، رقم كبير جدا. نيجي برضو لاستخلاص الكوره ل 29 مره برضو في ملعب الخصم، ليه؟ عشان ان اقل مع سموح، عشان النادي الاهلي بيلعب ضغط امامي. نيجي للتمريرات البينيه او نيجي للتصويب على المرمى برضو من الحاجات المهمه. السنه مع النادي الاهلي عامل 54 محاوله منهم 15 صح، مع سموحه 41 محاوله منهم 13 صح. نيجي للتمريرات البينيه الصحيحه، هنلاقي ان هو عامل 17 تمريره بينيه مع سموحه مقابل 11 مع النادي الاهلي. اذا ملخص المقارنه دي ايه بتاعت تحديدا بتاعت ناصر ماهر؟ ان يمكن ناصر ماهر زي ما قلنا هو اتطور في حته تسجيل الاهداف، اتطور في حته صناعه الاهداف، اتطور على المستوى البدني، على المستوى البدني اتطور، على مستوى الدور الدفاعي اتطور، على مستوى صناعه الفرص. اذا انت بتتكلم هل انت المركز ده محتاجه ولا لا؟ صناعه الالعاب انت هل انت معاه؟ طبعا عندك محمد مجدي قفشه، عندك صالح جمعه، ممكن هم ما بيلعبش كتير في الفتره الاخيره، وبالتالي انت محتاج برضو تدعيم في الحته دي، حته المركز 10 مع قفشه ومع صالح جمعه، ان يبقى في منافسه أكيد على المركز. ليه؟ أكيد. عشان ما فيش حد يحس ان مكانه مضمون. ان انا انت بتلعب في اكتر من بطوله كمان يا دكتور، بتلعب في 3 4 بطولات، محتاج لعيبه احسن ما كنت تروح تجيب صانع العاب ب 30 و40 مليون. ده انت عندك ابنك بيلعب في سموحه عامل الارقام دي كلها، واضح التطور. اذا دي صفقه تعتبر من صفقات النادي الاهلي الجديده في الموسم القادم. صحيح، هو لعيب مميز جدا، وانت يعني انا كمان كنت متابعه بشكل مباشر، لان كمان كنت
ساعه ما كنت حتى بشتغل في منتخب المحليين كنت ببص عليه، كان كمان لسه هو صغير، كان بعض الحاجات اللي كانت ناقصاه بدات تزيد بشكل مباشر جدا. مثلا على مستوى الفتنس هو كان شويه فتنس في على مستوى الاحتكاك لا بقى افضل كتير، على مستوى التمرير وهو كان دايما بيميل انه يخش لجوه، فتوظيفه في رقم 10 ده اعتقد افضل توظيف بالنسبه لناصر ماهر في الجزئيه ديت. وكمان اللي انت قلت عليه وكان مهم جدا واللي يمكن انا كانت مفاجاه بالنسبه لي، انه بيعمل اكتر لاعب في الدوري عامل اسيست، وبالتالي عنده فيجن كويس. مع احترامي طبعا لنادي سموحة اكيد، لكن كمان امكانيات النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيلعب أكتر بشكل هجومي اكتر وعنده لعيبه ممكن حتى انت عارف الاسيست دايما بينور لما يجي جول. صح. يعني انت بتعمل 10 اسيست هيجي منها كام جول، فده كمان رقم كبير جدا. واعتقد قدامنا على الشاشه هو برده طبعا دي بعض اللقطات هو مميز كمان بالتطور بلعب الضربات الثابته. طبعا هو بقى مفتاح لعبه مهم قوي ان هو بيلعب العرضيات بتاعه الضربات الثابته دي، هتلاقي منها عامل كذا اسيست. احنا معانا لقطات ليه برده، ده هدفه في نادي الاتحاد حته الايه التسجيل، ده اسيست الكوفي ده صناعة الأهداف. هو طبعا كرات ثابتة عملها كويس، دي الأسيست بتاع ناصر اللي احنا اتكلمنا عنه ان هو عامل 10 أسيست السنة دي اهو، دي واحدة لحسام حسن. بص الرؤية وبص التمرير الطولي بتاع ناصر طبعًا. وخلي بالك هو دلوقتي كمان بيلعب كان طرف يمين، هو كمان ناصر بيلعب طرف شمال عشان يخش على جوه، فدي كمان ميزة اهو كمان دلوقتي اللي معاه الكورة واضح جدا رجليه كويسة وعنده فيجن كويس. الأسيست اللي هي التمريرة اللي قبل الهدف اللي بالظبط عشان برضو مشاهدين يكونوا شايفينها ده برضو في نص يا تقريبا مركز 10 تقريبا وعامل كرة هايلة. بص الرؤية هايلة، لا صانع العاب بصراحة يعني، وكمان زي ما انت قلت في الكور الثابتة متخصص لعب الضربات الثابتة، هو كمان من الحاجات المهمة. انت عندك في حتة الضربات الثابتة في النادي الاهلي محتاج حد يزود الحتة دي، يعني كنا بنفتكر عبد الله كان بيعملها كويس، قفشه دلوقتي بيعملها كويس، بس عايزين كمان زيادة يعني، بس ما بنجيبش منها اهداف كتير يمين وشمال يعني حتة الاهداف احنا في حتة الضربات الثابتة محتاج ان انت تشتغل عليها اكتر. ده حقيقي، واضح جدا ان شاء الله يكون يعني مكسب واضافة للنادي الاهلي ناصر ماهر. نيجي محمد شريف قدم برضو موسم اكتر من رائع، والكابتن حلمي طولان بصراحه يعني كمان كان بيشيد بيه بشكل جيد جدا. يمكن كمان كان في تصريح للكابتن محمد كابتن حلمي طولان ان هو كان بيكلم كابتن سيد، هو كان مصمم انه يقعد وكان كلم كابتن سيد كذا مره، طب ايه رايكم، طب لكن كابتن سيد طبعا قال ان احنا محتاجينه، وبالتالي هيكون موجود معانا بشكل كبير. محمد شريف زي ما انت عارف يا دكتور بيلعب في اكتر من مركز، بيلعب 9 وبيلعب 11 او بيلعب كمان 7 يعني جناح ومهاجم وهمي. بالظبط. نعرف برده ارقام محمد شريف طبعا في الدوري المصري من خلال وجوده هو طبعا تاني هداف الدوري، يعني احنا بنستعرض ارقام تاني هداف. احنا قلنا ناصر ماهر الاكثر اسيست الاكثر صناعه للاهداف، محمد شريف تاني هداف الدوري بعد عبد الله السعيد. يمكن محمد الشريف لعب 30 ماتش السنه دي، معدل دقائق اللعب 81 دقيقه، لعب 2421. المركز زي ما حضرتك تفضلت قلت ان هو بيلعب في اكتر من مكان، بيلعب مهاجم وهمي، كان دايما كابتن حلمي طولان بيستخدمه كمهاجم وهمي، بيسقط لتحت يفتح مساحات لزمايله، وساعات بيلعب جناح. لعب 18 ماتش مهاجم ولعب 12 ماتش جناح، يعني لعب مهاجم اكتر. اهداف جايب 14 هدف منهم هدفين من ضربات جزاء، وعامل 3 اسيست، يعني مساهم في كام هدف؟ مساهم في 17 هدف مظبوط، وصانع 22 فرصه. جات له كام فرصه؟ هو 42 فرصه على المرمى منهم 15 فرصه صحيحه، يعني قدر ان هو يستغلها، دي نقطه مهمه جدا. محمد شريف برده كان ليه دور مهم قوي مع امبي في حته ان هو اصلا محمد شريف امبي بيلعب ان هو بيقفل ورا وبيلعب على الهجمه المرتده، فتوظيف محمد شريف لعيب سرعات محتاج مساحات اكتر، فانت توظيف كابتن حلمي طولان يحسب له ان هو وظفه كحته مهاجم وهمي. يمكن احنا برضو ما شفناهوش قبل كده كمهاجم وهمي، كابتن حلمي جه وظفه كحته مهاجم وهمي، شفناه في ماتش الزمالك لما قدر يستغل المساحات اللي في ظهر المدافعين. صحيح. فدي حاجه تحسب برضو كابتن حلمي توظيفه، ولكن هل محمد شريف هيلاقي المساحات دي في النادي الاهلي؟ دي نقطه مهمه، يعني حته ان طبعًا انت طبعا بتختلف، طبعا بتختلف ان انت الفرق برضو بتلعب بالظبط يعني، لكن دي الميزه حاجة دكتور انه كمان بيلعب على اطراف، يعني بيلعب على اطراف، دي حاجه مهمه جدا. يمين يعني عندك الثلاث مراكز لو مستو كمان ان هو هداف الجناح الهداف ده عمر اهم ميزه في محمد شريف للتهديف، يعني انت بتتكلم في 42 فرصه انت بتتكلم محاول في 15 فرصه ومسجل 14 جون،
ده حقيقي مظبوط. تاني هداف الدوري، فدي نقطه مهمه. انت خاصه ان انت مركز الجناح عندك محتاج تدعيم. مظبوط. يعني انت بتشتغل عليه، جايب طاهر محمد طاهر، وعندك كهربا، عندك الشحات، بتحاول انت واحمد الشيخ، بتحاول ان انت تدعم الحته دي اكتر، لان تحديدا الفرق العالميه كلها دلوقتي او كل فرق العالم اللي بيدعم اجنحته اللي عنده جناحين كويسين. ايه سر قوه نادي الاهلي وقوه نادي الزمالك؟ ايه اللي وصلهم دوري ابطال افريقيا؟ الجناحين. الجناحين، ويكون عندك واحد كمان في البوكس بيستغل طبعا الكلام دوت. يعني احنا والجناحين يعني تحديدا، لان مزبوط الادوار الدفاعيه بتاعتهم مهمه جدا بالنسبه للباكات اللي بتلعب وراهم. لان انت بتلعب دوري ابطال افريقيا بتلعب محتاج ان الجناحين دايما يشتغلوا. لو بصينا على بقى الارقام بتاعت محمد شريف، هل الدور الدفاعي بتاعه كويس ولا لا؟ دي اللي الارقام هتبينه. يعني لو بصينا على الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هو اهو، هاي الصوره اللي بعدها دي التمريرات صحيحه، وقطع التمريرات. بص حضرتك بقى، قطع التمريرات قد ايه؟ 51 تمريره. اذا هو برضه في الدور الدفاعي كويس، دي حته مهمه قوي، لان طبعا النادي الاهلي اهم حاجه عنده الدور الدفاعي كمان. في الجناح قبل ما بتشوف اهدافه، النادي الاهلي دايما بيشوف قطع التمريرات. المراوغات الناجحه 61، ناصر ماهر كان اعلى في المراوغات كان حاجه و80، محمد شريف 61. بس بتفرق بوزيشن برضو، بتفرق طبعا بوزيشن. بتفرق بوزيشن طبعا. بس طبعا دي حاجه مهمه ان طبعا انت برضو بتدور على اللعيبه اللي عندها مراوغات، اللي عندها الحل الفردي اكتر. مظبوط. التمريرات البينيه الصحيحه 6، نسبه التمريرات الصحيحه 77. يمكن شفت بعض الناس برضو معلقه على حته التمريرات الصحيحه لمحمد شريف، مش بتفرق كتير قوي التمريرات الصحيحه مع المهاجم. المهاجم الرينج بتاعه من 70% ل 80%. ليه؟ لان المهاجم اصلا بيبقى باصص لورا بيحضروا عليه، فاغلب تمريراته بتبقى يعني مش شرط ان هي تلاقيها 90% زي لعيب الارتكاز بيبقى جايب وشه. لا، علشان هو بيبقى يا اما بيسندوا عليه، فهو بيسندوا عليه على خاصه الكور العاليه. مظبوط. لكن فطبيعي هو مش هيطلع كره لقدام يعني. فطبيعي ان هو تمريراته بتبقى رينجها من 70 ل 80. ده رقم يعني عادي بالنسبه للعيبه دي، بالنسبه للمهاجم. استخلاص الكوره في ملعب الخصم طبعا 15 مره، عشان نادي انبي بيلعب دفاع منطقه، ما بيلعبش اصلا مزبوط ضغط امامي في النادي الاهلي زي النادي الاهلي. فقد الكوره في منتصف الملعب ده برده رقم مهم، ان هو فقد الكوره 30 مره بس. 30 مره بس قليل. ده رقم قليل قوي. مزبوط. ده في لعيبه بتفقد الكوره 10 مرات في الماتش الواحد. بالظبط. فده بيقول لك انه محطه كويسه، إن محطة بيحافظ كويسة على كورته. دي حاجه مهمه قوي. معدل فقد الكوره بتاع محمد شريف بيحافظ على كورته بشكل كويس، محطه كويسه، هداف بيقدر يخش للعمق. دي حاجه مهمه قوي. محمد شريف يمكن هو برضو محتاج ان هو يتطور اكتر لما يجي ان شاء الله النادي الاهلي، ولكن العمله التهديفيه او القدرات التهديفيه لمحمد شريف عالية، هتصنع الفارق مع النادي الاهلي. لو بصينا برضو على بعض اللقطات لي، هو كمان مميز جدا زي ما اتكلمنا، ان هو على المستوى كمان على المستوى البدني هايل، لان عدد الدقائق اللي لعبها بشكل كويس. دي بعض اللقطات بعض الفنيه طبعا، القدرات التهديفيه العاليه اهم بالزبط. حاجه في محمد شريف، بص حضرتك، بص الجون ده من بص ده اسيست، ده اسيست. محمد شريف اللي هو اهو، هو اللي مع الكره، هو اللي بيصلح الكره. هتلاقي ان اغلب الاماكن جوه البوكس، اغلب تمركزاته جوه اهو. مهاجم وهمي، دي اهدافه بقى تقريبا. ده في فرق طبعا، في فرق سرعه كويس، في كوره كويسه، هو محتاج مساحات اكتر عشان هو لعيب سريع، وفي الفترات زي دي محتاج كره في مساحه عشان في مساحة يجري بيها، عشان يروح لها. هينفع قوي في المباريات اللي بره الارض، في مساحه عنده سرعات كويسه، ينفعنا جدا في المباريات اللي بره الارض. صحيح. في افريقيا ان انت ممكن كاونتر اتاك تستغله على كاونتر اتاك بشكل كويس تحديدا. ده برضو بعض الاهداف ليه، برضو ما شاء الله، يعني سرعه كويسه، وعنده رؤيه وفيجن كويس على الجول. ولاحظ اللقطه اللي فاتت انه كان جاي من الطرف كمان، ده الضغط على الخصم اعتقد. الضغط ده قطعها وسجل ورقص وجاب جول. ده في وادي دجله، لان وادي دجله اصلا من الفرق اللي بتحضر من تحت. ده برضو هدف تاني. ده طبعا هدف تاني اهو. دي برضو ده الفينش بتاعه وان تاتش، يعني ممكن جدا في اي واحد ممكن يوقف، هو ممكن مسته في القدرات التهديفيه وفي السرعات، ولعيب بوكس كويس، واضح انه لعيب بوكس. بص السرعه دي بتاعته، دي الخلف، السرعه والفينش، اعتقد ده من الاهداف الجميله. لانه رؤيه حلوه، وهو مساحه كويسه وقاطع، وهو بيجري، خلي بالك دايما بيبص على الجون. لو نعرف نرجع رجع الجون اللي فات دوت. هو في ميزه كمان، ان هو بيجيب بيمينه وبشماله. صحيح. يعني الهدف اللي فات ده، هي الكره دي وهو بسرعته لمح بشماله. كمان وبشماله بالظبط، هو اصلا لعيب ايمن. يعني الهدف اللي بعد ده هو جابها، يعني ده جابها بيمينه اهو، دي اللي هي بتعاد. هي الفكره انه وهو بيجري بسرعته خلاص، هو محضر نفسه والجون طالع فحطها بشكل كويس. دي بشماله كويس. بص دي بقى بيمينه، فبيجيب بيمينه وبشماله نفس الهدف طبعًا. على فكره لعيب محتاج مساحات، لعيب سرعات، لعيب الفينش بتاعه كويس. يمكن الهدفين دول بيلخصوا
الجمله دي. وكمان في لقطه كمان ان هو يعني دايما تلاقي راس الحربه التقليدي قريب من السرد باك، لا هو بياخد بوزيشن حلو قوي. وبعد كده انا عاجبني فيه ان هو الاخيره التاتش الاخير، الفينش بتاعه، اللمسه الاخيره حلو جدا. فيعني ده من اللعيبه ان شاء الله تكون اللعيبه المميزه. نخش على أكرم توفيق. ان شاء الله اكرم توفيق نستعرض برضو على بقى ده اكرم، اعتقد على المستوى الدفاعي اكتر شويه. هو اكرم توفيق برضو ليه اكرم صفقه مهمه تحديدا؟ انت دلوقتي عندك في حته الارتكاز اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمود متولي مصاب، هل انت في ثلاثه ارتكاز دي هتكفيك؟ خاصة بعد رحيل احمد فتحي كنت مثلا بتحطه باك يمين، اكيد انت محتاج سكواد يكون عندك اربعه ارتكاز على الاقل. ده حقيقي. ليه؟ لان انت ممكن تلعب في ماتشات ثلاثه ارتكاز في افريقيا، ممكن واحد فيهم يتصاب. انت من وجهه نظرك هو يشتغل 8 ولا يشتغل 6؟ احنا بنلعب 6 و8 يعني بنلعب. هو اكرم عنده المستين بس انا بشوفه في 6 اكتر. في 6 اكتر، برافو عليك. ليه؟ لان هو معدل قطع الكرات بتاعه عالي قوي وعارضه دي اكتر، وهو كمان بيديك، هو شبيه باليو ديانج يعني، ينفع طبعاً بديل قوي، او هو بديل جدا لاليو ديانج في حاله مثلا لا قدر الله اصابت اوكافو. صحيح. تحديدا انت محتاج واحد تقيل في الحته دي. اكرم توفيق نفس النوعيه، عنده الرؤيه، بيكمل. احنا لما نستعرض ارقامه دلوقتي هتلاقي ان هو زاد في المراوغات، زاد في المحاولات، دي حاجه مهمه جدا، غير ان هو في قطع الكرات اصلا كويس جدا، ارقامه عاليه فعلا. فدي لو استعرضنا بقى ارقام اكرم توفيق السنه دي، لو بصينا عليها هنلاقي ان هو لعب السنه دي 30 ماتش مع الجونه، طبعا لعب 2872 دقيقه، 2800 معدل دقايق اللعب 85 دقيقه، اذا هو على المستوى البدني كويس، المستوى هايل طبعا، مسجل هدفين وصانع اهداف اثنين. ده يمكن السؤال اللي حضرتك سالته، هل هو هيلعب 6 ولا 8؟ الارقام دي برضو بتبين ان هو ممكن يلعب 8، ان هو صانع يعني هدفين، بس يعني هو يعني ممكن هدفين، ممكن يكون هي شوطه بس عنده المستين، عنده لكن عنده هو افيد في حته بس أفيد الستة. هو 6 طبعا، 6 طبعا احلى بكتير اكيد، بس هو بيلعب الحتتين دي ميزه، ان انت عندك اليو ديانج بيلعب 6 و8، وعندك حمدي فتحي بيلعب 6 و8، وعندك عمرو السوليه بيلعب 6 و8، وعندك اكرم توفيق بيلعب 6 و8. عكس لما تجيب مثلا لعيب مثلا على سبيل المثال طارق حامد 6 فقط، مثلا حسام عاشور 6 فقط مثلا، يعني بدي مثال. لكن انت دلوقتي نوعيه اللعيبه في النادي الاهلي خاصه مع موسيماني عندها مرونه تكتيكيه، عندها مرونه في حته الثنائي الارتكاز، يلعب 6 يلعب 8، دي مهمه قوي. ليه؟ لان الراجل اصلا بيلعب كره حلوه، كره ممتعه، محتاج لعيبه كوره دايما. كل واحد انت واحد، هو حتى ممكن يقول لاي واحد فيهم انت تثبت والتاني يروح، والتاني يعني مش هتفرق بقى مين 6 ومين 8. دي حاجه مهمه جدا. بنيجي لصناعه الفرص، 12 مش كتير قوي صناعه الفرص، فرص على المرمى اللي جات له 5 فرص بس، مسجل منهم 2. نيجي بقى نبص على الارقام الدفاعيه، بس ده برضه بوزيشن لانه بعيد عن 18 عشان طبعا هو لعيب ارتكاز دفاعي. التمريرات الصحيحه بتاعته اكرم توفيق عامل 1233 تمريره صحيحه من 1431 بنسبه دقه 86%، ده رقم كبير، رقم مميز، معدي ال 1000 تمريره صح، ده رقم كبير فعلا. التمريرات البينيه الصحيحه 6. الحاجه المهمه نبص بقى على الثلاث ارقام دول، اهم ثلاث ارقام في الارقام كلها. اولا المحاولات على المرمى، اكرم توفيق عامل 46 محاوله على المرمى، تصويب على المرمى. دي مهمه جدا، ان انت عندك حمدي فتحي بيسدد واليو ديانج بيسدد والسوليه بيسدد وجايب نفس النوعيه، اكرم توفيق عنده حته الزياده والتكمله، وكمان بيسدد من مسافات بعيده، يعني اكرم انا عارف من حته التسديد وعلى فكره اتطور فيها في اخر سنتين، يعني حته التسديد دي تحديدا فترة. دي اهو عامل كام، 11 محاوله صح من 46. اوكي، الحته اللي اتطور فيها اكتر المراوغات الصحيحه، اكرم بقى عنده حته الاختراق والبنتريشن والمراوغات الناجحه. تخيل لما لعيب ارتكاز دفاعي يبقى عامل 73 مراوغه ناجحه مع الجونه، 73 انت بتتكلم في 73% نجاح، حته برضو ان انت عامل 73 مراوغه ناجحه كبير قوي في حته لعيب ارتكاز دفاعي، يعني اصلا لعيب الارتكاز الدفاعي ده ممكن ما يبقاش مهاري، يعني هو بيقطع وبيسلم وبيمرر مثلا، لكن حته المهاره وحته التكمله في التسديد مهمه قوي قوي في لعيب زي ده. قطع التمريرات 131 تمريره صحيح، يعني الدور الدفاعي طبعا بسم الله ما شاء الله بتاعه عالي جدا. هنستكمل بقى الارقام برضو، حته الالتحامات لان لعيب الارتكاز حته الكسب الكره الثانيه والسكند بول مهمه جدا، استخلاص الكوره من ملعب الخصم طبعا الجونه اغلب ماتشاته يعني مش بيلعب زون شويه، بيلعب زون 51. نيجي بقى للالتحامات، نسبه فوزه بالالتحامات الارضيه 61%، نسبه فوزه بالالتحامات الهوائيه 59%، يعني تقريبا الاثنين 60%. في نسبة كويسة، في الجيد يعني، مش نقول امتياز بس نقول جيد. بالظبط، يعني ممكن نقول جيد جدا. يعني هو كمان اصل هو مش طويل، يعني برضو مش طويل، اكرم مش طويل، فانه ياخد 59% كرات هوائيه فده شيء عنده قوه وعنده اداء وعنده جنب كويس رغم ان هو قصير. يعني
نيجي بقى لفقد الكرات في منتصف الملعب 44، ده رقم برضو يعني كبير، مش 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 حلو قوي حته فقد الكوره في ملعب منتصف ملعب. هو ممكن بيكون في الجونه بيلعب اكتر، عايز يبين نفسه اكتر، عايز يرقص ويشوط، بياخد ريسك اكتر. بالظبط. الاخطاء 2.5 في الماتش الواحد، برضو الاخطاء بتاعته تعتبر قلت شويه عن قبل كده. تمام. الكروت الصفراء حصل على 7 كروت صفراء، محتاج ان هو يقلل شويه الكروت الصفراء عنده، ولكن بس مركزه عدد ونوعيته كويس زي ايه؟ عدد كويس، عدد كويس بالنسبه لمركزه. بتتكلم لعب 30 ماتش ولا لعب لعب 30 ماتش. طيب. اخد 7 كروت صفراء مش وحش بالنسبه لمركزه. طبعا بالنسبه لمركزه مش وحش. شوف مراكز ثانيه بتاخد كل ماتش انذاري. بس هو بالنسبه يعني، هو انت النهارده هل اكرم هيفيد ولا لا؟ نيجي نبص، احنا عندنا اليو ديانج وعندنا عمرو السوليه وعندنا حمدي فتحي. لازم يبقى في معاهم رابع اكيد. ليه؟ وانت كمان جايب نوعيه زي اكرم توفيق بتلعب 6 وبتلعب 8، بيقدر يكمل وبيقدر يروح. وزي ما قلنا، هو اتطور في ايه؟ اتطور في المحاولات على المرمى، واتطور في المراوغات الناجحه، واتطور في قطع التمريرات. دي برضو بعض اللقطات لاكرم. ده على مستوى استخلاص الكوره. على مستوى استخلاص الكوره طبعا ده شيء مهم جدا. واحد يعني انت عندك مكاسحه الغام في النادي الاهلي اللي هو اليو ديانج، لازم يبقى ليه بديل او لعيب يقدر ينافسه. اهو بص اليو ديانج، وده اكرم توفيق قطع الكوره. دي ده حاجات ده بتبين قطع الكوره. ده برضه هو عشان خلي بالك كمان بيزيد لقدام، يعني ده قطع الكوره. ده قطع تمريره، توقع وهو رايح للخط، خط الكوره بمعنى صح. وعنده زي ما انت بتقول ده، يعني ده كان تقريبا في مركز 8 انه يطلع الجزء ده، ده 8 الجزء ده، الضغط العالي. بدا ياخد الكوره، اللي استخلص الكوره ورجعت للافريقيا، فكمان بيزيد كل ده، شايفينه بيزيد. انت محتاج التانية النوعيه دي قوي. انا عايز اشوف الضغط العالي، هو الضغط العالي، الضغط العالي هي دي قطعت الكوره، وكمان تكمله ماشي بالكوره بيكمل وبيحاول يعمل اسيست، فده شيء مهم جدا. هو رقم 14، دي مناسبه لاسلوب لعب النادي الاهلي قوي. دي كمان بقى بيصنع، بيقطع من هنا ويصنع هدف كمان. يعني بدا يخش لقدام، شكل عمرو السوليه شويه في الحته ديت انه قطع ويسلم وجي منها جول. دي برضو صناعه اهداف، برضو قطع كويس. الضغط في الاول يا دكتور مهم جدا، بيقطع الضغط كويس، وده دي حاجه مناسبه لاسلوب لعب النادي الاهلي. واسيست اسيست ده كان احمد ياسر ريان اعتقد جاب الجول ده، وده من اهدافه بقى هو شخصيا. بيكمل في ال 18 وبيشوط كويس. فواضح زي ما انت قلت يا دكتور ان هو بيزيد. يعني هو مع الجونه عنده حته الريسك، عايز يكمل، عايز يقطع، عايز يعمل ضغط عالي. فدي طريقه هو بيلعب الحتتين، وهو طريقته عنده باور لقدام. يعني عنده باور انه يقطع الكره ويكمل. صح. يعني بس هو اتطور كتير. يعني اكرم في بدايته كان بيعمل فاولات كتير قوي، ولعب بيجري، وما تحس ان هو مش مجهوده مش بيستغله الانتاج. يعني بيعمل مجهود كبير وانتاج قليل. لما لعب ماتشات كتير في النادي الاهلي ومع منتخب مصر الاولمبي ومع نادي الجونه بقاله موسمين، لا اتطور كتير. ده يعني ده صحيح. اتطور كتير. صلاح محسن، نيجي اللاعب الرابع معانا اللي هو برده راجع، صلاح محسن. طبعا صلاح محسن كلنا وبداياته كانت موفقه واحد، وكان موجود معانا في المنتخب. انا كان قبل ما اشوف كان من عيوب صلاح شويه ان هو يمكن بدنيا، كان بيتكلم على بدنيا شويه، عمليه من افضل حالاته ان هو بيلعب براسه كويس. الفرص احنا كنا شايفين الفرص التهديفيه بالنسبه له بيجيب، يعني لو جاله 3 4 فرص ممكن يسجل. يعني عايزين نعرف ارقامه السنه دي مع سموحه، كانت تمام. كان شغال بانهي يعني بشكل عامل ازاي؟ تمام. نيجي نبص الاول على ارقام صلاح محسن مع نادي سموحه. لعب السنه دي 14 مباراه، 1129 دقيقه، معدل دقائق اللعب 81 دقيقه. مسجل كام جون في 14 مباراه لعبها؟ 5 اهداف، وصنع 2 اسيست. صنع كام فرصة؟ 17 فرصة، هو لعب 14 مباراة، مسجل 5 وصنع 2، يعني 7 أهداف في 14، يعني تقريبا بيساهم في نص هدف في الماتش، سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى الإحراز. الإحراز الأهداف. صناعة الفرص رقم مهم قوي. هو على فكرة في سموحة ساعات بيلعب كتير جناح، ما بيلعبش، بيلعب جناح شمال أغلب المباريات، حتى في مباراة الزمالك في كأس مصر في الهدف اللي جابه اللي هو بيلعب جناح يعني أيسر، لأن هو عنده حسام حسن قدام، فبيحط صلاح محسن جناح. فممكن برضو الحتة دي مهمة قوي، إن صلاح محسن موسيماني مثلا بيلعب 4-4-1-1، سواء محمد مجدي قفشة بيبقى سايد شوية عن مروان تحته، فممكن صلاح محسن هل هيلعب تحته، هل هيلعب عنده حتة اللامركزية. وصلاح بيلعب شادو سترايكر كويس، يعني تحت المهاجم وبيلعب مهاجم وبيلعب جناح. بيلعب مروان وهو بتحتيه، يعني بعض الماتشات كان مروان هو الراس الحربة، هو كان بيلعب كمان الحته اللي تحتيه، بيخش بنخش من على الاطراف ويخش يكمل، فطبعا ميزه. وصنع 17 فرصه، ده رقم مميز قوي في 14 مباراه، رقم حلو قوي ان هو بيصنع فرص كتير. نكمل نبص نلاقي برده جات له كام فرصه، 19 فرصه استغلهم بشكل صحيح في 5 فرص،
عدد التمريرات 235 تمريره منهم 151 تمريره صح، يعني نسبه دقه التمريرات 64%. زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للمهاجم طبعا الرينج ده من 60 ل 80 مش وحش، كويس. نيجي للتمريرات البينيه 10، لنلاحظ الملحوظ في صلاح محسن السنه دي في تطوراته، اهم رقم عنده صناعه الفرص والتمريرات البينيه. هو صلاح محسن كان فردي شويه في مزبوط بدايته، مزبوط ما كانش بيصنع فرص كتير، الملحوظ اللي احنا شفناه صناعه الفرص كانت كتير والتمريرات البينيه 10 كتير برضه. يعني بدا يلعب جماعي بشكل اكبر، يلعب جماعي اكتر، وده برضه عشان ان هو بدا يلعب كجناح مع سموحه اكتر من فرض عليه. التسديد على المرمى 29 محاوله على المرمى منهم 12 صح، المراوغات 21 مراوغه ناجحه بنسبه نجاح 42%، ده رقم برضه كويس بالنسبه لي صلاح محسن. لكن نيجي بقى نشوف هل صلاح محسن النادي الاهلي في مركز راس الحربه محتاج راس حربه، نعدهم عندنا عندك مروان وعندك بادجي ومروان يعني دول اتنين دول تسعه دول اللي موجودين دول مع غير بقى كهربا والناس اللي ممكن توظف. اذا انت محتاج ايه؟ ممكن ساعات يعني ساعات اذا انت محتاج واحد مصري، لان انت مثلا يعني عندك الاجنبي، فانت محتاج كل ما تدعم بمصري محل يعني لعيب مش افريقي في حته راس الحربه تفرق يعني طبعا اكيد هتفرق. وخلي بالك عايزين نوضح للساده المشاهدين او جماهير النادي الاهلي، مش لازم كلمه صفقات يبقى لازم صفقه لعيب اجنبي. انا اعتقد دي صفقات للنادي الاهلي، يعني دي انت لما بتطلع لعيب بيستفيد وارقامه بتقول ان هو جاهز يلعب النادي الاهلي دي يعتبر صفقات. يعني احنا مش لازم في صفقه ان انا لازم ادفع فلوس كتير قوي عشان اجيب لعيب من بره، لكن مهم جدا اللعيبه تفيدنا. وكمان مهم البوزيشن، يعني كمان دي رؤيه بيلعب في اكتر من مركز، بيلعب جناح شمال وبيلعب مهاجم. بس في نقطه مهمه برضو في صلاح محسن، حته العقليه، مهم جدا التطور في حته العقليه، لان هو بدا كيرفو كان عالي جدا 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 وكان افضل مهاجم في مصر. صلاح محسن صلاح محسن ده اجيري مره قال له انت من افضل اللاعبين الموجودين في مصر حاليا، ساعه ما بيتكلم عليه امكانياته اللي كانت بتظهر في التمرين. لا ده الكيرف بدا هو بدا الكيرف عالي بعدين بدا يرجع سنه في تصاعدي، فدي الفرصه اللي جايه له لازم يقاتل عليها. ده حقيقي، لان هو لو ما استغلش الموسم ده مع النادي الاهلي يعني لازم يستغل الموسم ده، هيبقى الكيرف بتاعه هينزل. يعني في مهاجمين مثلا شفناهم طلعوا مثلا عمرو جمال او اي مهاجم مثلا طلع بشكل كويس بعدين الكيرف بتاعه وقع ما قدرش يرجعه. صلاح محسن الفتره دي مهم جدا ان هو الكيرف بتاعه خلاص، هو كان طالع بشكل زي ما حضرتك قلت ان هو كان اجيري كان بيقول له ان انت واحد من افضل والناس كلها كل الخبر طبعا من افضل كان من افضل المهاجمين وكان ليه اهداف مميزين، حتى لو جبنا بعض الاهداف ليه هنلاقي ان هو واحد من كان من افضل المهاجمين ليه يعني صحيح افضل صحيح. المهاجمين ولعب منتخب مصر وسجل مع حضرتك في ماتش تونس لما جاب الجون محمد صلاح لعبها له 3-2 مظبوط وكان لسه نازل وسجل هدف. انا شايف دكتور من خلال الارقام ديت، وطبعا احنا عندنا هقول اربع صفقات اربع صفقات من جديده مصريين موجودين في النادي الاهلي، ودي حاجه إن شاء مهمه الله. بتوفر عليك فلوس طبعا لما طبعا. تروح تشتري دلوقتي الاسعار يقول لك 20 و30 مليون و40 مليون، انت عندك لعيبه، ده شغل الاعارات الصح، ان شغل الاداره مزبوط. الصح ان انت تفكر ازاي تطلع لعيب تستفيد بيه زي اكرم توفيق، بتفيد برضو النادي الثاني زي نادي الجونه استفاد، وفي نفس الوقت اللعيب اتطور ورجع لك. انت محتاج مثلا اربع ارتكاز زي ما قلنا على اكرم توفيق، حته المهاجم انت اصلا عندك عجز في مركز المهاجم، ده حقيقي. عندك مروان وعندك بادجي بس، فانت محتاج مهاجم عليهم، ومحتاج بتتكلم على معدل اعمار صغيره، الاولاد لسه كلهم صغيرين ما شاء الله وخدوا خبرات، ويعني كل ديت يعني استفاده، وده خلي بالك كمان بيدي دافع للولاد حتى اللي قبل كده يقول لك انا هروح اعاره، لا ده دلوقتي ممكن الناس تقول لك انا عايز اروح اعاره عشان ابقى بان في الدوري وارجع تاني النادي الاهلي. فيعني كلها استفاده للنادي الاهلي، نتمنى طبعا التوفيق. دكتور احمد بنشكرك شكرا جزيلا بجد، يعني قدمت لنا فقره رائعه، وان شاء الله باذن الله يعني هتكون موجود معانا بصفه دايما عشان كمان الناس تحب تشوف صفقات ونتكلم على ارقام، وان شاء الله باذن الله كل صفقات بس النادي الاهلي الجديده ان شاء الله نتكلم على صفقات النادي الاهلي. سعيد طبعا بالتواجد مع حضرتك وبالتوفيق دايما، شرفتنا ونورتنا الدكتور الكبير احمد ثابت، شكرا جزيلا. بعد الفاصل معانا نجم النجوم الكابتن محمد عامر.